يعني كيفاش غايجي كيفاش غايجي العشاء الملائكة دايرين شوف فيون دو فو لحم بقري عطيني يقيس زوج كيلو شحال يجوني ديال باش بغيتي بالعظم كيلو 2 يورو 13 يورو الكيلو عطيني زوج كيلو تعيش ميرسي هذه تخرج وعده بيان سور ها الله يبارك لك الله يحفظك ان شاء الله الجمعه مبارك الله يحفظك تعالي كيفاش قطعهم في عيش جبتي مورسو سيل فو قطعهم شويه اون دو اون تخوا اون تخوا هذا ما كان هذه ثم خليها لي بجي خويا تعيش دخليها هذه معاهم نديها بسم الله السلام عليكم فوالا اليوم انا راح نبدا نطيب الطعام نتاع الكسكس بيان سور راح نبدا الكسكس ديالي عندي الجفنه هذه اللي غسلتها بيان سور عندي واحد زوج ثلاثه نتاع الكيلو نتاع الكسكس كسكس متوسط وعندي بيان سور الكسكاس مع القدره ودوك فوالا كما راكم تشوفوا عندي كسكس متوسط عندي 3 كيلو جديد راح نطيب زوج كيلو في هذا الكسكاس بيان سور بون حاجه الاولى نبدا شوفوا الطعم هايل هذا هو كسكس داري هايل ولا كما راكم تشوفوا في كاين زوج كيلو نتاع سمي تاع الكسكس داري كاين زوج كيلو تاع طعام هنا تاع الكسكس كسكس داري هكا واش ندير بيان سور ندير شويه زيت عينك ميزانك هكذا نحك الطعام سهل ماهل فوالا غير هاكا كناكل الطاقة غير هاكا هاكا انت متشمخ لي الطعام هذا كامل باش يجيني رقيق كل وحدة وطريقة تاعها كل سيدة طريقة تاعها بيان سور في الطعام
انا كي نحس بلي الماء دخلو كامل خلاص. هانا هاوي سي بون. لا سي بون دونك نبدا نديرو داخل الكسكاس. نغسل يديا دونك نغسل يديا بيان سور. شوي ان كو دو بروبر ونعاود نولي معاكم. نعمر الكسكاس بالماء. الكسكاس تاعي نعمرو بالماء بيان سور ونديرو فوق النار. هادي هي نشعل النار. نسالو افون ندير هذه العفسه تاعي فوالا ونخليها بيان سور ونخلق لها نخلي القدران تاعي بيان سور على النار هكا هكا نخليها فوالا حتى تسخن. فوالا هنا جات المرحله نتاع الكسكس تاعي بعد ما خليت الماء في القدرة يتوسع يسخن. هنا ندهن الكسكس ومن بعد نبدا بيان سور بسم الله ونعمر. كسكس داري معروف باللي من اجود الانواع الكسكس هو parmi les meilleurs الجوده والنوعيه الممتازه parmi les meilleurs. كسكس داري عم داروا حتى عليه الاشهار يعني داروا عليه بيبليسيتي وكل شيء. فوالا وانا خيرت المتوسط هذا متوسط يعني المويه. كاين ناس يطيبوا الخشين كاين ناس يطيبوا هذاك الرقيق كامل. اون فوا طيبت هذاك الرقيق كسكس فان وجاني هايل بصح الحق تاع ربي بصح جو بريفير حقيقه لا بريفير دو بريفيرونس جو بريفير كسكس مويان. فوالا دونك نكمل المرحله باش ما نديلكمش بزاف الوقت ومن بعد نعاودو نولو. فوالا دونك كاين داخل هنايا زوج كيلو نتاع بيان سور الكسكس. فوالا درتو اوكي في الكسكس بعد ما دهنتو. فوالا زوج كيلو نتاع الكسكس بيان ايفيدامون. دونك غلالي الماء واش ندير اب. فوالا هاني درت الكسكس نتاعي دوكا يطيب المرحله الاولى. دوكا نجوز المرقه. فوالا ودوكا نبدا اكيد نحضر المرقه تاعي تاع الكسكس اللي هي مرقه حمراء. دونك عندكم الخضره اللي هي انا جو برون الكورجيت او القرعه مع كاروت مع بوم دو تير. كلمه يديروش بوم دو تير انا نحب ندير البوم دو تير تعجبني نحبها اختياري. وايضا البصل لازم. كاين اللي يديروا اللفت كاين اللي يديروا قرعه بالركرك. انا بيان كاين اللي يديروا طرشي سا ديبون كل واحد وكيفاش. انا لا انا نحب القرعه وايضا بيان سور الكورجيت هي القرعه والكاروت هي زوديه اللي عيطوا لها الخيزو ماروك. وهذه هي بوم دو تير اللي هي البطاطا وبيان سور البصل. حمص مشمخ مازال بيان سور بيان سور في الكسكاس راح نغسلو بالماء بارد ونصفيه بيان سور من الماء اللي راه فيه اللي راه بايت فيه. دونك نغسلو ونقيه من الماء هذا بيان سور ونقيه الله الله من الماء هذا ونغسلو ونعاودلو بالماء بارد بيان سور ونصفيه داخل الكسكاس. الملح بيان سور اللحم البقري ها هو زوج كيلو الله يبارك. باسكو قلت لكم فيها وعده من جهه نخرج جفنه ومن جهه نخليه للدار. بيان سور التوابل كاين اللي يديروا بالدجاج انا حبيت نديروا
بلحم بقري عندك هنايا. انا اللي دخلت هذا الحشاوش، بغيتهم يكونوا باش يمجوا النكهه، اللي هو النعناع مع اللي هو النعناع مع حشيش جواز، زيت وطوماطيش، ويلا بسم الله. Thank you.